واحنا شعب نفسه يفرح، واحنا شعب عايز يغني، واحنا شعب افتقد البهجة، وعشان كده كل كلمة حلوة بتلاقينا بنعيط. أهلا بيكم من تاني، من قلب شرم الشيخ، من قلب مدينة السلام، المدينة اللي احتضنت لثلاثة أيام هذا المؤتمر الاقتصادي الكبير الذي يعيد مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمار ويعيدها مرة أخرى إلى موقعها الدولي المستحق. أنا بعتذر أن أنا يعني لابسة الشال، بس الدنيا برد جدا النهاردة، ويعني كلنا ابتدينا نعيا فخايفين جدا من العيا، فبعتذر جدا على أن أنا طالعة بهذا الشكل، ولكن أنا حواليا كل الناس، والناس النهاردة كانت بتحتفل في شوارع شرم الشيخ. لو تشوفوا الناس في الشارع بعد خطاب الرئيس، الناس ماشية بتزمر، السياح ماشيين بيهتفوا وماسكين أعلام، يعني كان مشهد يعني غريب جدا، وكان مشهد مبهج جدا. لكن المشهد داخل القاعة هو ده اللي مش عارفة أشرحه لكم إزاي. هذه المشاعر الجياشة اللي يعني احتوتنا جميعا. احنا انتظرنا الرئيس حوالي 45 دقيقة، ودي مش عادته على فكرة، هو مواعيده بالثانية، لما يتقال ان في خطاب مواعيده بالثانية، وده مش ما كانش ميعاد خطاب الرئيس، موعد خطاب الرئيس كان في السادسة مساء، لكن فوجئنا واحنا في قاعة المؤتمرات ان الرئيس سيلقي كلمة بعد قليل. كلنا دخلنا القاعة الكبيرة نجري نحجز أماكن عشان نشوف الرئيس هيقول إيه، وطلع الرئيس بعد 45 دقيقة من الانتظار معاه ورق، لكن كالعادة قرر ما يتكلمش من الورق. وأول ما طلع وقال، ناس كتير كانت فاكرة إن بلادي قد ماتت لكن مصر تستيقظ الآن، كلنا بكينا. وأنا حاسة وأنا بقول الكلام ده دلوقتي إن أنا ممكن أبكي تاني، لأن كلمة إنه ناس كتيرة كانت فاكرة أن مصر قد ماتت وأن بلادي تستيقظ من جديد، دي كلمة كبيرة قوي وكلنا نشعر بيها. كل الناس اللي نزلت في 30 يونيو، كل الناس اللي نزلت في 25 يناير، كل الناس اللي اتوجعت من موت حد، كل الناس اللي اتقهرت على موت حد، كل الناس اللي حست أن البلد بتضيع، وكنا بنصرخ كتير وبنقول البلد بتضيع، كل الناس دي النهاردة حست أن البلد تستيقظ من جديد. ووسط بكائنا ووسط صراخنا، وإحنا وناس كتيرة يعني ببدل ومحترمين كانوا بيقوموا يسقفوا ويقولوا تحيا مصر،